أنست ديرمبلي، لما هجرتنا وأنت تعلم أننا لا نقوى على هجرك؟ يا محمد نبيذا وشمبانيا وكؤوسا من باللون، هل جربت في حياتك أن تخلط النبيذ بالشمبانيا؟ لهما طعما بديعا، ولكن العملية تحتاج إلى مهارة وخبرة. ضع هذا هنا، اشعل النار في القصر، انظر إلى لون الشمبانيا الزاهي كالكهرباء، وإلى باطنه الدائم الغليان ينفس الزبد كفم السبع الهائج الغضبان. ثم دقق الفحص في لون النبيذ، تجده دائما هادئا ساكنا، يخفي تحت لونه القاتم كثيرا من الانفعالات والتأثيرات. هل أنت مظهر؟ راقب جيدا ما سأفعل، سأخلط بين الاثنين، بين الغالي والرخيص، فهل تراهن لمن ستكون الغلبة؟ انظر، إنهما يقتتلان، الأشقر يراوغ والأسمر يهاجم. هيا مرحى، لقد فاز اللون الأسمر، فلنشرب نقب الأسمر. إن مولاي أصبح فيلسوفا. يا صديقي لا تصغي إلي، إنني غبي شرقي عنيد. تبتسم، تسخر من الحيوان الذي يضع نفسه في مصاف بني الإنسان. نحن معذورون إننا نتخبط في الجهالة ونعيش في الظلام ونؤمن بالخرافات، أما أنتم فعالم النور، النور الساطع الذي تسلطونه علينا فيحرق أجسادنا نحن العبيد. فلنشرب نخب المدنية. أقسم يا مولاي إن هذا كلام من ذهب. بل كلام من شمبانيا. أتعرف لماذا أحب خلط النبيذ بالشمبانيا؟ لأنهما بطل روايتي وقصتي، فزوجتي تمثل دور الشمبانيا، فهي شقراء ذهبية الشعر غالية الثمن، أما أنا فمعتم قاتم مثل النبيذ. ماذا يكون نتاج هذا المزيج الدموي؟ وابني، ولدنا كل شيء فيه خليط فاسد، تعلو عينيه السوداوين غشاوة صفراء، عضلاته الفولاذية رخاوة أوروبية، كل ما فيه حتى لسانه يخلط الهندية بالغربية، منبوذ من النوعين، مكروه من الجنسين، إذا فليسقط فاقد الوطنية. مولاي إن أعصابك محتاجة، ويحسن أن تذهب إلى فراشك للراحة. نعم، معك حق، أصابني ذهول. ما بالي أترنع، أعطني ذراعك، فقد اعتدت حملي كل ليلة. ولكن خبرني، إلى أين تذهب بعد أن تضعني في فراشي؟ أبر بوعدي لأصدقائي المدعوين. وبعد ذلك تقدم على ما أقدمت عليه كل ليلة؟ ما بالك تضطرب؟ أحس بذراعك يختلي، لعلك مثلي سمل سكران. ولكنني سكران بنشوة الخيانة والدناءة بعد أن جرعتني الكأس حتى السمانة. مولاي تكلم. أين هي وفي أي مكان خبأتها؟ عفوا، إن ذلك ماذا؟ ما بالك تضطرب وقد اشتهرت بعذوبة ألفاظك وسحر بيانك؟ إنني لا أفهم. لا تفهم؟ إذن فأنت غبي أبلى. مولاي إنك سكران. خسئت يا وضيع. كفى يا مولاي، إنك تهينني. حقا، إذن خذ.
تتكلم أيها الثعلب الماكر؟ أين هي وفي أي مكان خبأتها؟ ولكنني أقسم. أقسامكم ووعودكم يا خلاف الوعود، وبمن تريد أن تقسم؟ وهل تجرؤ الجرثومة أن تتخذ لها إلها وهي لخاح الأوحال وابنة المستقع؟ تكلم أيها الثعلب الماكر، أين ذهبت الفاجرة معشوقتك؟ من هي؟ لست أدري. عبثا، لقد كنت هنا وسمعت الكفاية. دعني أفسر لك، لست أنا. أيها الصديق المخلص، لقد حفظت عهد من آواك وأغرقك بماله فكافأته بأن اعتديت على فراشه، ولكنني سعيد. وتسمع أيها الأوروبي، سعيد، فلولاك لظللت أعمى إلى الأبد. ما هذا؟ قرط من الناس، أموال الأثياب تلقى على أقدام السفلة. بقيت آخر وجواهر مرصعة، هل هي التي أعطتك كل هذا؟ تكلم، عصفوران بحجر واحد، أجبني وإلا هشمت رأسك. نعم، إنها الحقيقة، بل دعني أفسر لك، إنها هي التي. اغلق لسانك، كان الأجدر بك أن تدافع عنها، لكن الذنب يقع برمته على المرأة، فإن الكلب لا يلعق إلا الإناء العاري. اسمع، في بلادي عقاب الزاني أن يرجم بالحجارة حتى يموت، لكنني سأكون أكثر رحمة منهم. انظر، في هذه الزجاجة سم ناقع، تكفي نقط منه لإهلاك فيل. وها أمامك كأسان، سأسكب في الشمبانيا سما والآخر يبقى نقيا غير مسموم. ستختر لنفسك كأسا وأنا أشرب الثاني. واحد منا يجب أن يموت. نبدأ العملية. اذهب إلى الجهة الأخرى من الغرفة واعطني ظهرك، وحذاري أن تحاول الهرب، فمسدسي لا يرحم. انتهينا، يختار السيد ما يشاء. هيا.